7h10. IMAT في الراديو. IMAT في الراديو. على الشدة. Ça te change le réveil. مرحبا بكم جديد في IMAT في الراديو. نصفقوا كاملين لنور الدين الخماري وأنس البازي معنا. صباح في IMAT في الراديو. عندي واحد سؤال أنس je pense c'est pas la première fois تطرح مي بغيت نعرف درتي واحد اللقطه في لا ماتش دو سييل اللي كانت اوزي مي كانت جوستيفي باسكو كتهضر على التعذيب الى اخره و tu n'es pas ni le premier ni le dernier في المغرب اللي دار لقطه بحال هادي اوزي dans un cadre ديال الفيلم ليستوار ولكن انت اللي تهاجمتي اكثر من الفنانين الاخرين الوغ انت بوحدك سورتو كاين فنانه بحال فاطمه وشاي اللي هي اون ارتست و ممثله بحال عندها شي حساب عندها دي كونط اغوندغ مع انس الباز كل ساعه كتاتاكيه واخا تيجاوبها وتيجاوبها دون فاسون اليغونت كتعاود اتاكي واش هي تاتاكي الكونسيبت بصفه عامه ولا عندك بالاخر كاين شي بروبليم اخويا كاين شي بروبليم حلو دابا انا اتاكي انس الباز لا انا متفق معاك فاش اللي قلتي حتى انايا تعجبت ما يعني ما كنتش كنتظر هذا رد الفعل سورتو كو لا وشاي اللي كنحترمها بزاف يعني مثابة الوالده ديالي لان ما غاديش انا ما حضرات معنا ما عرفها والو يعني قرات غير واحد الارتيكل اللي كنخرج وخرجات كتعاير كتقول هذا ما عندوش يعني ما عندوش الاخلاق ما عندوش تبازات على واحد لاكتيك اللي تكتب اللي كاين ميم با فري يعني اللي كيقولوا انني انا كنت عاري كنت سارة في بلاطو سكي ني با فري كو لي ماكيوز طلع لهم الزعاف وما بغاوش سي با فري ليكيب كامله كانت معايا وكاملين قالوا نحن معاك كونطابي وهادي هذيك لا سيكونس هي سيكونس يعني ديال التعذيب اللي تعاشت وانايا في الاول كنا دايرين يعني ان كونطرا اللي ما فيهش حيت كيكون ان كونطرا سبيسيال فاش كتكون مثلا اون سيكونس بحال هكا جات لا سيكونس عيط لي المخرج ونورمالمون قلت له انايا فوالا راه اوني با سونسي فير سا قال لي لا خاصك ديرها قلت له وقنعني وقال لي فوالا خدينا 5 دقائق وقنعني قال لي فوالا زعما بان في ديك الوقيته راه سي سي ريان دو تو بزاف ديال الحوايج اللي كانوا كيديروهم لدوك الناس المناضلين وجي اكسبتي انا يقنعني وانا معك يكون شي حاجه فيها لو سونس ما كاين حتى شي مشكل بالنسبه لهاد القضيه يعني الله يهديها واش شي نقول لك ما عرفتش ما نجاوب يعني ما انا خصني باش غادي نلقاو ان شاء الله نشربوا شي كاس الشاي وكلشي يكون واعد ما كرهناش وشوا لنا شي واحتراماتي ليها زعما يا با بروبليم لا حيت ولكن اتاك بارابور انس الباز سي بور سا جي بوزي نورمالمون حنايا الفنانه بيناتنا خصنا نكونوا اوني ما خصش يكون هادشي خلي المتفرجين يكريتيكيونا انا واحد القضيه اللي ما عمرني ما فهمتش انا فنان غادي يهرس فنان بالعكس اسمح لي لا هادشي اللي بغيت نقول ما عمرني ما فهمت انا فنان كيولي كياخذ البلاصه كيولي في واحد البلاصه ديال محافظ حاضي الاخلاق وحاضي حشومه هادي وكيولي يعطي الدروس الفنان اولا خصو يكون حر الفنان اولا خصو يكون هو في راسو نقي وباش تعطي الدروس وتكريتي ناس اخرين انت ما عندكش اشنو واقع كيبين لي انا حاجه وحده بان هذوك راه ماشي فنانه انا اولا كيبين لك حاجه وحده انك ترجع النرويج لا غنبقى وصلوا حتى المطار شي نهار وصلوا المطار لا غنبقى في بلادي وغادي نوريو بان المغاربه شعب متفتح وشعب انت ذكي لان هاد التصرفات ماشي لا علاقه لا بالانسان لا علاقه حنايا ندخلوا في عواطف بزاف ديال ليموسيون لا دي حرام لا دي حشومه اش هاد الناس كيديروا هما اللي لو شافهم الشعب اش غيقولوا لانهم قبل ما تلوح واحد الحجره على دار واحد اخر خصك تشوف الدار ديالك انت شنو كاين فيها وانا كنظن اي واحد اللي كيعير فنان اخر كيباغي لا طونسيون انت كبروحي فني ديال انس الباز شنو بغيت تقول فاطمه وشاي بارابور هذا الانتقاد وهاد لاطاك كل ساعه لانك انس الباز سير خدمي على لا ورينا شنو في يدك نتعيطش نمشي فيلم يا زعما مرحبا بها لا انا ما عنديش العقدات تقول لي بغات انا تعيرني شخصيا ما عنديش المشكل تقول لي بغات ونعيط لها الا كان في يديها الا كانت ممثله رائعه ولكن هي زعما راه لا بروفي لا حتى هي كون كانت الا بروفي شنو الا بروفي لا بوكو تشوز الجمهور الا بروفي كو عزيز على الجمهور عندها الجمهور حتى انس الباز عزيز على الجمهور لا ما كنهضرش على انس دابا انس هنا لا غير اسكي لا بروفي لان شنو هي بروفي بروفي شنو هي بروفي عطات لي بروف ديالها صدق ولا عندها واحد القاعده جماهيريه اللي متبعها مزيان ولكن انا كيفاش فنان كي بروفي عنده الناس اللي معجبين به ويخرج في الشاشه والراديو ويبدا يعرف واحد اخر دوك هي القوه هذه انا متفق معكم في هذا القضيه شكون اللي عطاها الحق تلعب مدافعه على الاخلاق شكون هي بعدا كلشي كيبغي يلعب في هذه البلاد ولا كلشي امام ولا كلشي استاذ ما عندناش الحق احترم الاخر خلي الجمهور يكريتيكي
وما عارفاش انا اللي تنتفقس في هذه المواقف هذه هو ان الناس اللي ما عندهمش كاع لي زانفورماسيون شنو واقع كيبداو يهضروا تسنى ما تحكمش وبتهضر لي باسم الدين. انا نقول لك واحد القضيه ممنوع في الدين تحكم على شي واحد وانت ما عارفش شنو جاري وممنوع كاع تحكم كاع خاصه لان الدين متفتح والدين ديالنا كيعطي الدروس في هذا الشيء. تقول لك ودي ما تحكمش على واحد اخر وما تسرعش في, في, في يعني تهتم على واحد اخر. كتبقى يعني حياتك الشخصيه في الدار دير الدين يعني صلي وداك الشيء هذيك حياتك الشخصيه اون فوا كتجي للفن راه سي مجال واحد اخر هذيك نقولوا بينك وبين اللي خالقك. من 7 ل 10 7h10 عيمات في الراديو إيمات في الراديو على شدة ça te change le réveil.